السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، موضوع هذه الحلقة عن المهدي المنتظر، وعنوان الحلقة كشف الأسرار المخفية بصورة طه وتبيان المهدي المتذكر وحياة الشقاء التي يعيشها المهدي. تعال بس قول لهم السلام عليكم يا خبيثة، سلم عليهم وروحي. هاي بنت أميرة، هاي بنت قلبي، بتقول لكم السلام عليكم، وتروح ايش؟ تروح تنامي عشان عندك مدرسة بكرة. الله يرضى عليك، يلا قولي لهم هيك. الله يرضى عليك، مع السلامة. نرجع احباب الله لموضوع الحلقة اللي هي كشف الأسرار المخفية بصورة طه وتبيان المهدي المتذكر وحياة الشقاء التي يعيشها المهدي. أحباب الله، هذا الموضوع كثير من الناس يعني بخالفوني، وإنهم حرية الخلاف، يعني مش شرط أنهم يوافقوا كلامي، بس أنا صرت جايب آلاف الأدلة من القرآن الكريم لأنه المهدي مذكور، وأنه في صور كثيرة وآيات كثيرة. صحيح نزل القرآن على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، بس القرآن صالح لكل زمان ومكان، حتى بعد يوم القيامة وبعد دخول الناس في الجنة ودخول الناس في النار إلى ما لا نهاية. كلمات الله تامات، ليس لهم يعني أنه صالح في زمان وانتهى الموضوع، بصير الساعة وبعد الساعة خلص القرآن ما له فائدة. لا، القرآن الكريم صالح في كل زمان ومكان. عشان هيك القرآن الكريم ذكر أمور في الماضي وذكر أمور قبل خلق السماوات والأرض، ثم ذكر أمور الأنبياء والمرسلين وخلق السماوات والأرض، وذكر الأنبياء حتى وصل لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر علامات آخر الساعة اللي آخر الزمان، أشراط الساعة الكبرى، ثم الساعة، ثم القيامة، ثم دخول أهل النار النار، وأهل الجنة الجنة، ثم بعد الجنة شو بيعملوا أهل الجنة، وأهل النار شو بيعملوا في أهل النار، يعني الحساب والجزاء. فما يجي واحد يقول لي بتجيبوا هذا، لا، نزل القرآن على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولا المهدي ما إله ذكر في القرآن الكريم، لأنه المهدي سر من الأسرار، وظلوا القرآن ذاكره حتى كل الأنبياء عارفين المهدي، وموجود المهدي في الكتب السماوية الأخرى، في الإنجيل والتوراة وصحف إبراهيم وموسى، وكثير من النبوءات تنبأت على المهدي حتى في الأديان الأخرى. فما كله هذا باطل، وهي دليل قدامك واستعمل أنزلكم يا أحباب بالله، وعسى أن أبينكم إياه. يعني برات أنا لما أنزل الأشرطة مش كل واحد يستوعب كلامي، فيحضر الشريط مرة أو مرتين وحاول يتفهم اللي أنا بحكي. عشان هيك بنبلش سورة طه، كشف الأسرار المخفية بسورة طه، من آية 1-3. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. يعني من الكلام هذا ثلاث آيات صغيرات، طه، هذول حرفين مقطعين، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. يعني القرآن ما نزل عليك، هسه الرسول عليه الصلاة والسلام ما نزل على القرآن ليشقى. وبتعرفوا حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في الحياة الدنيا قديش واجه صعوبات في الدعوة وحروب، وقديش حاولوا قتله ومحاربته، وقديش تأذى عليه الصلاة والسلام مشان يبلغ الرسالة. بس لما تيجي على الآية هاي، الآيات هاي، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إذا في حدا راح يشقى، واحد راح يشقى، لأنه خطاب لإنسان واحد. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إذا المهدي راح يكون شقي في حياته، لأنه راح يتعذب عذاب الأول ما له آخر، والعذاب هذا مستمر حتى الوفاء. ليش؟ لأنه مطلوب منه أنه يجعل بإرادة الله سبحانه وتعالى وقدرة الله سبحانه وتعالى يوحد كل الأديان السماوية من نصرانية ويهودية وإسلام بمساعدة سيدنا عيسى بن مريم حتى يكتمل الدين ويكتمل الأمر ويتم كلمات الله ويصير إيش؟ بالغ الله أمره. عشان هيك ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إذن المهدي راح يكون من الأشقياء في الدنيا، يعني شقاء شديد.
عشان هيك يقول إلا تذكرة لمن يخشى. يعني ليش بتشق حالك يا مهدي؟ القرآن ما نزلنا عليك لتشقى، بس نزلنا عليك اللي إيش؟ اذهب إلا تذكرة لمن يخشى. أنت ما بتذكر اللي ما بخشى رب العالمين، بس اللي بخشى رب العالمين. فعشانك أنت شقيت، يعني جعلت نفسك شقي في الدنيا بنفسك، بس أنا ما نزلتك القرآن لتشقى. عشانك أحباب الله أصبر عليه شوي صغيرة مشان تشوفوا هذه الآيات اللي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مقصود فيها، نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن. بل لمن هاي الآيات أو الصورة هاي؟ هي لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ولا للمهدي؟ فإذا صبرتوا معي شوي شوي راح يتوصلوا للنتيجة اللي أنا توصلتها بتدبري ودراستي للقرآن الكريم. إلا تذكرة لمن يخشى، يعني أنت بتذكر اللي بخشى رب العالمين. بصورة طه من 43 إلى 44 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. السعادة لما الله سبحانه وتعالى بعث سيدنا موسى وأخوه هارون إلى فرعون، بعثهم إلى واحد طاغية وكافر لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى، شو قالهم؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى قول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فبتعرفوا أنتوا اللي ما بخشى الله وما بتذكر من الكافرين، أما اللي بتذكر الله وبتذكر الأيام يوم القيامة والحساب وبخشى عذاب الله وبخشى راح يتذكر، لأنه إحنا كبشر كلنا عندنا علم إنه في رب موجود إله واحد، بس في ناس بتكابر، وفي ناس زي إبليس لما عصى رب العالمين كفر وعصى. ففي ناس بيعصوا وفي ناس بدون شيء منه، لأنه ما حياتهم راح تكون يعني بالنسبة له في له مصالح. عشان هيك أحباب الله فقول له قول لين لعله يتذكر أو يخشى. إذا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. مين بخشى الله غير المؤمنين؟ إذا الكفار واللي ما وصلتهم الدعوة أنت ما بتذكرهم، أنت بتنذرهم وبتدعوهم، أول شيء بتدعوهم لرب العالمين ثم بتبشرهم وبتنذرهم عذاب الله، وبتبشرهم في جزاء الله في الجنة، وإذا كفر بتبشره في نار جهنم خالد مخلد فيها. عشان هيك لما ذهب سيدنا موسى إلى فرعون هو أخو هارون قال له قولا لينا لعله يتذكر، لم يتذكر ولم يخشى، إذن فهو كافر. أما المؤمن هو اللي بيتذكر ثم يخشى. عشان هيك بصورة عبس من واحد المنزل قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: عبس وتولى إن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. يعني إيش هذا الرجل الأعمى؟ إجا لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لأنه أول شغلة بده يتذكر وبده يتزكى، عشان وما يدريك لعله يتزكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى عن الله وعن الدعوة وعن الإيمان في الله فأنت له تصدى وما عليك ألا يتزكى. وأما من جاءك يسعى اللي هو الأعمى وهو يخشى، إذا مين هذول اللي بخشوا الله وبتذكروا الله؟ المؤمنون فقط، ليس الكفار. فالكفار كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإيمان، فكل من استجاب للدعوة بتذكر وبخشى، بس كل من كفر واستغنى عن رب العالمين ما بتذكر ولا بخشى. عشان هيك وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. يعني كلا تذكرة لمين؟ تذكر بتذكر الناس فيها. هل المقصود سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ كلا إن تذكر فمن شاء ذكره. هنا احنا بنحكي عن التذكرة اللي بتذكر بعد الإيمان وبنسى أو بيبتعد عن الدين، بعدين بيجي واحد بذكره. عشان ما تجي للواحد أنت المؤمن تدعوه للإسلام، أنت بتذكر. عشان هيك بقول لك كلا إن تذكر فمن شاء ذكره. وين بذكر الله؟ في وين؟ في صحف مكرمة
مرفوعة مطهرة، اذكر الله في القرآن الكريم. قلت عليه أحباب الله عشان هيك سورة الأعلى من 9-12-13 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. إذن أنت بتذكر اللي يخشى الله سبحانه وتعالى. مين اللي يخشى الله؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن الذي يعلم أنه لا إله إلا الله ومؤمن بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وكل ما أتى في القرآن الكريم هذا إيش؟ يخشى الله. واللي بتجنبها كل متكبر وكل منافق وكل واحد في قلبه مرض وكل واحد إله هواء أو الدنيا، ذلك مبلغه من العلم. عشان أحباب الله فذكر النفعة الذكرى، ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إذن كل الآيات الموجودة من فوق لما قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، هذه ما هي لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام برؤيته للقرآن الكريم وبدراسته للقرآن الكريم صار لي حوالي 26 سنة. كل مدة بزيد في القراءة وفي دراسة القرآن الكريم بيجي لي دلائل وبراهين إنه كثير من القرآن لسيدنا المهدي عليه السلام. ونفس الشغلة الآيات الواضحات أو الصور الواضحات لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مبينة، بس بده الواحد يميز، لأنه قلت لكم التذكير ما بيجي إلا للمؤمنين. عشان هيك إلا تذكرة لمن يخشى ذكر نفع الذكر سيذكر من يخشى، ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فذكر بالقرآن من يخشى وعيد. القرآن ما كان مكتوب، كان تنزل صور وآيات، بس أن القرآن كامل وجاهز كما ترى الآن أحباب الله. في وقتنا الحالي أكثرية الناس صاروا طوائف ومذاهب وأحزاب وكلهم مختلفين وما اعتصموا بكتاب الله ولا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وصار بيناتهم خلاف حتى صار يقتل واحد أخاه ويذبح الأطفال والبنين والبنات ويغتصبوا النساء ويدمروا المساجد وإيش كلها بدعوة أنهم على حق. عشان رجعنا أكثر من الزمن أو العصر الجاهلي، لأنه بالعصر الجاهلي كان في لسه الأطفال والنساء يأخذون سبايا بس ما يقتلوهم، وفي بعض الناس ما يأخذ سبايا من النساء، كان عندهم الكرم وكان عندهم الشهامة لما ناس استنجدوهم ينجدوهم. الساعة المسجد الأقصى أغلق واليهود دنسوه ومنعوا المصلين عنه، ما حدا فتح فمه بكلمة إلا القليل من المستضعفين. بسوريا هاي صار لنا 6 سنوات وشوي بتذبحوا الأطفال والنساء ويختصموا ويقطعوا إربا إربا، ولا واحد فتح فمه بكلمة لا من الحكام ولا من الناس، قليل من الناس اللي بتحاول تصلح الوضع غاد في سوريا والعراق وغيره وغيراته. بطل الواحد همه الدين. عشان هيك احنا بحاجة إلى رسول سيأتي. لو خليفة من وين بتجي الخليفة؟ لو اجى حاكم مليون حاكم اجى بالماضي ممكن يعدل بالخوف، بس الطاعة لما تصير الطاعة وطيعوا البشر والحيوانات والشجر مشان يصلح الأمر. فنحن بحاجة إلى رسول وخاتم المرسلين راح يكون المهدي عليه السلام. اللي عجبه عجبه حر واللي ما عجبه حر، بس أنا في القرآن الكريم قناعة والله لو عندي ذرة شك إن المهدي مش رسول وخاتم المرسلين ما بنزل شريط واحد إلا أنزل وأعترف إني على خطأ. عشان هيك أحباب بالله بتعجب من العلماء اللي ما في واحد منهم بين للناس إنه في رسول بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بس نبي لا، النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، لن يأتي نبي بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المهدي رسول والآيات كثيرة والأشرطة شاهدوا أشرطة كثيرة راح أثبتكم بالحجة والدليل أنه المهدي عليه السلام رسول، وأنه هاي الآيات الموجودة هي للمهدي مش لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سورة ياسين 11 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنما تنذر من اتبع الذكر، مين اللي بتبع الذكر؟ الكفار؟ أهل مكة كانوا تبع الذكر ولا بعد ما أجل الرسول صلى الله عليه وسلم صاروا الناس يدخلوا في الإيمان في الإيمان وفي الإسلام، ثم بعديها بمراحل كثيرة بطلت الناس تتبع الذكر. عشان هيك قال الرسول يا ربي إن القرآن كان إن القوم يتخذ هذا القرآن مهجورا،
القرآن انهجر. عشان إنما تنذر من اتبع الذكر. شو الذكر المقصود هنا؟ اتبع القرآن. أسأل وجهكم دليل على القول. وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. برضو هاي سورة ياسين 11. قلت لكم سورة ياسين ترجع للمهدي عليه السلام. عشان في دلائل أخرى راح ننزلها إن شاء الله مش هنفعل بعد هذا. أبين لكم أنه سورة ياسين برضو للمهدي. عشان هيك إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. طيب شو هو الذكر المقصود هنا من اتبع الذكر؟ بسورة فصلت 41 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. إذن شو الذكر؟ مش سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، هذا ذكر، هذا نوع من الأذكار. بس الذكر لأنه موجود، سبح اسم ربك العظيم، سبح اسم ربك العظيم، سبحان الله وبحمده، الله كبيرة، الله أكبر كبيرة، وكبر الله تكبيرة، وربك فكبر مذكورة، الحمد لله، لا إله إلا الله مشكورة، كلها مذكورة في القرآن الكريم. إذا كل هاي أذكار من الذكر الحكيم. عشان إن الذين كفروا بالذكر لما جاءوا وإنه لكتاب عزيز. آية أخرى تبيان الآية هاي سورة الحجر 9 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ف لو اجيتوا على الآيات من أولية لآخرتها يعني باختصار القول، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. يعني يا مهدي لا ينبغي لك الشقاء، لأن ما أنزلنا عليك القرآن مشان تشقى، أنزلنا عليك مشان تذكر اللي بخشى. طيب لما جاء رسول عن سيدنا موسى وهارون لما ذهبوا إلى فرعون قال ذهب إلى فرعون إنه طغى فقول لها قولا لينا. يعني بعد القول اللين وبعد أن تثبتوا له إنكم رسولا من رب العالمين يمكن يتذكر أو يمكن يخشى، بس المحاولة. إذا هو لم يتذكر ولم يخشى، إذا من بيخشى الله غير المؤمنين؟ إذا لما نقول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، إذا هاي راح تحصل في آخر الزمان عندما يأتي المهدي وذكر المؤمنين وذكر البشر. كل من خشي الله سيتذكر، والناس راح يتذكر من المسلمين ويرجع لرب العالمين. عشان هيك لما صوت عبس قال عبس وتولى جاه الأعمى وما يذكر عليه الزكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. إذا الأعمى أتى للرسول صلى الله عليه وسلم مشان يؤمن، إذا هو مؤمن فخشي الرحمن بالغيب. عشان هيك تذكر إن نفعت الذكرى سيتذكر من يخشى وتجنبه الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. إذا من الذي سيتذكر؟ بس اللي بخشى. ودليل على القول كله سورة ياسين 11 إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إذا أنت تنذر اللي بتبع الذكر بس وخشي الرحمن بالغيب، أنت هون بالذكر. عشان هيك الذكر المقصود إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وأنه الكتاب العزيز. فأحباب الله هذه الآيات كلها تدل أن المهدي راح يشقى كثيرا في دعوته وتذكير الناس، ويبحث بس اللي مستجيب دعوة المهدي هم اللي بيخشوا رب العالمين وبيخشوا بالغيب. عشان يا أحباب الله هاي دليل برهان إنه الكافر لا يتذكر ولا يخشى، المؤمن فقط هو الذي يتذكر ويخشى. فذكر بالقرآن ومن يخاف وعيد، القرآن كامل وهذا المهدي عليه السلام. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. استغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.